أشواق، أفين كأشواق؟ ما هي
حاجه حيوانيه نجيبها تعال اش بغيتي تشكلها راه كاين شكل في الثلاجه شو بغيت نطيب؟ نبغي نشوف. نعاود نطيبو؟ كنت داكشي اللي جبتها بي بشي درتها. جاو تاني كنشريهم ونشريهم. ما جبتيني شوية، اللي مساجين بزاف نتاع راسك غادي نطيب. ماشي المرة حيت كناسة، المرة ماشي نبقى كناسة، كتشخري. أنا لا نمشي نطيبو. نمشي نسخنو بلا ما نقص فيها الزيت. لا صافي. شنو شاي ساحل؟ صامري. شنو شاي ساحل؟ ياك حبيبتي كنقولك هذا يخرج بحال كياكل بزاف. أيوا. شنو شاي ساحل؟ شاي البرقوق محمد. حبيبتي راه ماشي وقتو هذا غنحك وما كاينش في هاد البلاد نحك لا حبيبتي ما تحكيش وانا تشري شي حاجه اللي قريبه تشري هذا التفاح الفريز واش الخاطر واش بخاطر كنتجرى وحبيبتي البلاد اصلا ما فيهاش كيكون خضر غير جيبو وحنا محمد ما كاينش في هاد البلاد كاينه اوه اجي اجي شنو دير بحال المذاق ديالو هانتي جرب قلت لها نعطيك داك الصغير هو عجبك عشتي بحال المذاق المهم الاخوان وصلنا لنهايه ديال الفيديو اللي عباره عن حلقه من السلسله ديال الزوج المشاغب واخا اليوم الزوجه هي اللي ادت الزوجه المشاغبه وانا كنت مزيان المهم الفكره ديال هاد الحلقه ديال اليوم هي ان الزوجه حامله والزوج خصو يتحمل الضغوطات ديال الزوجه ديالو
كيف ما قال لكم يونس، هذه هي كانت الفكرة ديالنا، أننا حاولنا نوصلها لكم بطريقة كوميدية وفي نفس الوقت نوصل واحد الرسالة للأزواج أنهم يستحملوا الزوجة في هذه المرحلة هذه. لحقاش بصح كتكون نفسية وكتكون بزاف الحوايج واحد المرحلة صعيبة وخا مازال ما جربناها، ولكن المهم بغينا نشاركوا معكم من خلال داكشي اللي كنعرفوا. فالمهم كنتمنى يكون الفيديو يعجبكم، والله يسمح لينا من الوالدين، الله يسمح لينا من الوالدين، الله يسمح لينا من الوالدين. بس نخليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله معكم كوبل ديال صفرو، وإلا كان عجبكم بحال هاد الفيديو خليوه لنا في لي كومونتير. اي سدوش قلت لك حبيبتي هذا غير خرج بحال كياكل بزاف كثر من الخيال يا ماما. قلت لك حبيبتي شحال مالحين وسنين شحال مالحين.